هقول كده نصيحة سريعة بخصوص المانيوال بيبليوغرافي او الريفرنسز يعني سايتيشنز وكده. انا قلت ان احنا عشان نعمل بيبليوغرافي الافضل ان احنا نعمل انسيرت ليست سلاش تي او سي بيبليتك بيبليوغرافي، وبعدين اختار الداتابيز من هنا سواء لوكال داتابيز ان انا احط الدوت بيب فايل بتاعي والدوت بي اس تي فايل بتاعي اللي هم الستايل فايلز والبيبليوغرافي فايل جوه في نفس الفولدر او الدايركتوري بتاعه الليكس دوكيمنت، او لو انا منزل اللي هو الفول باكج بتاع تيك لايف هلاقي شويه داتابيزز جاهزه هنا، وهلاقي في الستايلز كل حاجه في الستايلز تقريبا اللي هو الستايل طريقه الكتابه نفسها بتاعت طريقه الكتابه بتاعت الريفرنسز اللي هو في حاجات بتبقى ايتاليك مايله يعني في حاجات ما بتبقاش ايتاليك في حاجات بتبقى بولد، الكلام ده كله بيتحكم بيه الستايل. بالنسبه للاي تريبل اي بختار اي تريبل اي تران في الستايل، ولو مش موجوده لو مش نازل فول باكج من تيك لايف ساعات بلاقي الستايلز دي ما فيش غير بلين، ان انا اعملها زي ما عملت في فيديو فات ان انا انزل الدوت بي اس تي فايل من موقع اي تريبل اي نفسه بتاع الايه بتاع الستايل فايلز، وبعدين اعمل اوكي يعني مثلا هزود اي داتابيز من هنا طبعا الداتابيز دي فاضيه ما فيهاش حاجه هعمل اوكي هيطلع لي هنا البيب تاج جنريتد بيبليوغرافي، وبعدين ممكن اعمل انسرت سايتيشن المفروض بقى الاقي السايتيشنز هنا. يعني لو انا عايز اعمل مانيوال بيبليوغرافي بروح هنا على المنيو دي وبختار باك ماتر دي موجوده في اي كلاس واعمل بيبليوغرافي اللي هو مانيوال بيبليوغرافي، وبعدين بيديني بقى كي 1 كي 2 كي 3. يعني انا لو عملت هنا فيرست ده الفيرست مرجع الاولاني مثلا ده السكند بعد كده ثيرد بعد كده فورث وهكذا بقى. الفكره بقى ايه ان انا اللي كنت عايز اقوله ان احنا الكي 1 وكي 2 كي 3 ده الاي دي، يعني مثلا لما اجي اعمل هنا انسرت سايتيشن هيديني بقى كي 1 وكي 2 كي 3 ويعرض لي المرجع المكتوب تحت. طيب المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان كي 1 وكي 2 وكي 3 دول بيقعدوا يعني مع الوقت بعد مثلا 8 او 9 بتلاقي ان الكيز دي بتتعاد تاني. لو انا عندي مرجعين يعني مثلا فيرست وفورث والاثنين نفس الكي كي 1 كي 1 بيظهر واحد فيهم بس في الانسرت سايتيشن وواحد تاني بيختفي تماما، فدي مشكله. المشكله الثانيه كمان ان الكيز دي ساعات بتتلخبط بتبقى عشوائيه، فهي الفكره ان الكي ده هو اليونيك اي دي او الريفرنس اللي انا الليكسي بيدور عنه على في الداتابيز، يعني الكي ده مهم جدا. فبدل ما انا اشغل نفسي بالكلام ده هروح هنا هدوس عليه وهيطلع لي الكي والليبل. بلاش العب في الليبل لان لو لعبت بالليبل لو كتبت مثلا اي حاجه في الليبل كده مثلا هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي الحاجه دي بدل ما بين سكوير براكتس 1 و2 و3 والترقيمات العاديه بتاعت الريفرنس هيديني الليبل اللي انا كاتبه ده. طب في ناس هتفهم ان الليبل ده ليبل زي ايه؟ ليبل ما بيظهرش زي مثلا زي موضوع كروس ريفرنسز، لا بيظهر لان انا عملت انسرت سايتيشن كي 1 هعمل اد وعامل ده هيديني ايه؟ هاي ما بين 2 سكوير براكتس. لو انا عملت كومبايل هيطلع لي البي دي اف ليتك، هلاقي ان البي دي اف ليتك اللي طلع هيبقى فيه ما بين سكوير براكتس هاي، فده اكيد مش هو ده اللي انا عايزه. طيب فانا دلوقتي هشيل بقى ايه؟ هشيل الليبل ده خالص هيرجع تاني يترقم 1 2 3 4 5. الكيز دي اسميها اي حاجه بقى، اروح على الكي ده هسميه مثلا الفيرست ريفرنس اي حاجه، تمام؟ بحيث ان انا اعرف كل مرجع اديله يونيك كي من دماغي. سكند ريفرنس ممكن يبقى اسم ممكن يبقى رقم اي حاجه. نفس الكلام هنا هسميه مثلا ايه؟ ثيرد بوك او ثري بوك، وهنا مثلا هسميه ارتكل فور. كده بقى عندي ايه الحاجات دي يونيك 1 و2 و3 و4 دول ترتيباتهم مش مشكله، بس بحيث ان انا لما اعمل انسرت سايتيشن ادور عليهم هروح هنا اهو اما اجي اعمل انسرت سايتيشن هيبقى عندي 3 بوك اللي هو الثيرد ارتكل 4 هيبقى كلهم متسميين يا اما برقم يا اما بالاي دي اللي انا اخترته، وده احسن بكتير في ان انا ادور عليهم وما بيخليش ان في اي حاجه عشوائيه، لان انا هسمي كل ريفرنس احطه بنفسي لان ده مانيوال بدخل بقى مرجع فاسميهم كده افضل عشان ما يحصلش لخبطه الكيزي وعشان الاقي كل الريفرنسز الموجوده في الباك ماتر بيبليوغرافي موجوده في السايتيشن. ممكن بقى اعمل انسرت دبل سايتيشن تريبل سايتيشن مش مشكله اهو كده 3 4 1 فهم دول السايتيشنز اللي انكلودد او ليستد عندي.